توقعت منظمه الامم المتحده للتجاره والتنميه اونكتاد اتجاها ايجابيا اقوى للتجاره العالميه خلال الربع الثاني من العام الحالي مع تسجيل نمو بنسبه 2% في النصف الاول ووجود مؤشرات على وصول قيمه التجاره العالميه الى نحو 32 تريليون دولار بنهايه عام 2024 يذكر ان قيمه التجاره الخارجيه غير النفطيه لدوله الامارات بلغت نحو 4 تريليونات و400 مليار درهم العام الماضي بعد أن حلت في المرتبة الحادية عشرة عالميا على مستوى الصادرات السلعية خلال عام 2022 بإجمالي تريليونين و مليار درهم وبنسبة مساهمة تصل إلى 2.4% من صادرات العالم السلعية وذلك وفقا لتقرير توقعات وإحصاءات التجارة العالمية الصادر عن منظمة التجارة العالمية في شهر إبريل لعام 2023